I could see each and every one of those women, how they died, probably hunted down like dogs, wounded and then hunted more. في القصة القصيرة التي صدرت عام 1924 بعنوان اللعبة الأكثر خطورة، يسرد المؤلف ريتشارد كونيل قصة أرستقراطي روسي ثري يشعر بالملل من اصطياد الحيوانات، ويجلب إحدى الطرائد الكبيرة إلى جزيرته ويطاردها من أجل الرياضة. منذ نشر القصة أثرت الفكرة الضارة المتمثلة في قيام البشر بصيد بعضهم البعض، ظهر المفهوم مرارا وتكرارا في حبكات الروايات والبرامج التلفزيونية والأفلام، ولكن في الغالب تم رميها في صفحات الخيال. ومع ذلك في سبعينيات القرن الماضي حول روبرت هانسن المعروف باسم الجزار الخباز هذه الفرضية إلى واقع مرعب يمتد لعقد من الزمن، على الرغم من أن هانس احتفظ بسمعة طيبة في المدينة. The troopers and the police used to go to his donut shop all the time. He had a bakery. People knew him. He was friendly. He was just a hard-working guy. إلا أنه ترك جانبه المظلم المخفي يندفع في غابات ألاسكا. طوال السبعينيات وأوائل الثمانينيات استهدف هانسن المشتغلات في الدعارة والراقصات الغربيات، واختطف هؤلاء النساء لتحريرهن في الغابة حتى يتمكن من اصطيادهن مثل الحيوانات. هذه هي القصة الحقيقية المرعبة لهانسن القاتل المتسلسل. من كان روبرت هانسن الجزار الخباز في ألاسكا؟ على عكس نظيره الخيالي لم يكن روبرت هانسن نبيلا أرستقراطيا. ولد روبرت كريستيان هانسن في 15 فبراير عام 1939 في إستريفو بولاية آيوا، وكان والده مهاجرا دنماركيا كان يمتلك مخبزا وشخصا منضبطا صارما. لم تكن طفولة هانسن سهلة، عمل لساعات طويلة في مجزر العائلة منذ صغره. على الرغم من أنه كان أعسراً بشكل طبيعي، إلا أنه اضطر إلى استخدام يده اليمنى بدلاً من ذلك، وهو مفتاح أدى إلى تلعثم مدى الحياة. عندما كان مراهقاً كان خجولاً بشكل مؤلم، وكان يعاني من حب الشباب، وكان يتعرض للسخرية بسبب تلعثمه. سخر منه الأولاد في المدرسة ورفضته الفتيات التي كان يحبها. كان يوصف في كثير من الأحيان بأنه وحيد بصفته منبوذا اجتماعيا. أصبح صيادا متحمسا للعبة، حيث وجه غضبه وخيالاته من الانتقام إلى رياضة مطاردة الحيوانات، تعطش لا يشبع للانتقام. في عام 1957 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما انضم روبرت هانسن إلى جيش الولايات المتحدة الاحتياطي، على أمل أن يترك وراءه شبابه المضطرب وأن يصنع شيئا من نفسه. لفترة من الوقت فعل، بعد أن أمضى عاما في الاحتياطات أصبح مساعدا لمدرب تدريب في بوكا هونتاس آيوا، وتزوج حتى من امرأة شابة التقى بها هناك. لكن هانس لا يزال يشعر بسوء المعاملة من قبل المجتمع ويسعى للانتقام. في عام 1960 عندما كان عمره 21 عاما أقنع موظفا شابا في مخبز لمساعدته على حرق مرآب حافلة مدرسية. عندما اعترف الصبي لاحقا تم القبض على هانسن، طلقته زوجته وتركته وشأنه وسجن. على الرغم من أنه أطلق سراحه بعد 20 شهرا فقط من عقوبته البالغة 3 سنوات بتهمة الحرق العمد، إلا أنه سجن عدة مرات بعد ذلك بتهمة السرقة البسيطة. ومع ذلك تمكن من الزواج مرة أخرى من امرأة محلية أخرى. أخيرا قرر هانسن أنه سئم من الولايات المتحدة المتجاورة. وفي عام 1967 انتقل إلى أكنوراج ألاسكا التي كانت بعيدة عن حياته في ولاية آيوا بقدر ما يمكن أن يحصل عليها. انتقل إلى مجتمع صغير وأنجب طفلين من زوجته، واستقر في روتين هادئ حيث كان محبوبا
وفتح مخبزا صغيرا. لكن بينما كان سكان البلدة يشترون في الغالب لمواجهة الخباز السعيد مع العائلة وموهبته في الصيد، ظهرت بعض الشقوق من خلال المظهر الخارجي النظيف لهانسن. في عام 1972 تم اعتقاله مرتين، الأولى لاختطاف ربة منزل ومحاولة اغتصابها، ومرة أخرى بتهمة اغتصاب عاهرة. من غير المعروف للسلطات بدأت فورة القتل في عام 1973، والتي من المحتمل أن تكون جرأة بسبب قدرته على السير حرا بعد جرائمه المبكرة. شهد عام 1976 القبض على هانسن مرة أخرى، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات لسرقة منشار. ومع ذلك استأنف هذا الحكم وأطلق سراحه، واستمر على نهجه في الاعتداء على بائعات الهوى والعاملات في ذلك المجال الذين أجبرهم على تمثيل أوهامه الملتوية من اصطياد للبشر وانتقام. الهروب المحظوظ لسيدني بولسون. في عام 1983 بعد أكثر من عقد من انتقال هانسن إلى أنكوراج، تم العثور على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تدعى ساندي بولسون، وهي تركض بشكل محموم في أحد شوارع المدينة حافية القدمين ومقيدة اليدين بعد أن أخذها سائق وعاد إلى بر الأمان. أخبرت بولسون وهي بائعة هوى قصتها للشرطة، ووصفت خطفها من قبل رجل قيدها بالأصفاد في سيارته واحتجزها تحت تهديد السلاح وأخذها إلى منزله حيث قيدها بالسلاسل من رقبتها. اغتصبها الرجل وعذبها مرارا وتكرارا قبل أن يحاول تحميلها على متن طائرة ويأخذها إلى كوخه في وادي ماتانوسكا سوسيتنا على بعد 35 ميلا شمال أنكوريج. عندما أعد الرجل الطائرة للإقلاع تمكنت بولسون من الفرار تاركة حذاءها وراءه كدليل. يناسب روبرت هانسن وصف الخاطف تماما، حتى أن بولسون وصف تلعثمه وتعرف على طائرته، لكن الشرطة كانت لا تزال مترددة في إحضاره بعد كل شيء، على الرغم من أنه لم يكن غريبا على المتاعب مع القانون، إلا أن الخباز المحلي كان محبوبا في المجتمع. مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعقب جزار. في هذه الأثناء كان جنود ولاية ألاسكا مقتنعين بأن قاتلا متسلسلا كان طليقا. اختفى العديد من المشتغلات بالجنس والراقصات، وبدأ الجنود في العثور على الجثث. عندما تم اكتشاف جثتين في وادي ماتانوسكا سوسيتانا إلى جانب أغلفة رصاصات قريبة، كان هانسن المشتبه به الرئيسي، لكن الشرطة احتاجت إلى دليل. على الرغم من أنه تم تبرئته عدة مرات من قبل، لم يكن هناك شك في ذلك. روبرت هانسن يناسب ملفه الشخصي تماما، القاتل المتسلسل. علاوة على ذلك كان يمتلك طائرة ومقصورة في وادي ماتانوسكا سوسيتانا. سرعان ما حصلت الشرطة على أمر تفتيش طائرة وسيارة ومنازل هانسن. ما وجدوه صدمهم، إذ كان الرعب الذي تعرض له ضحايا روبرت هانسن مروعا للغاية بحيث لا يمكن تصديقه. كيف قام روبرت هانسن بمطاردة البشر مثل الفريسة؟ في أنكوريج كان هانسن صاحب عمل محترما معروفا بمهاراته كصياد بالقوس. تم تزيين العرين في منزله بجوائز الصيد والحيوانات المعلقة على الجدران، حتى أنه وضع بعض سجلات الصيد. ولكن ما لم يعرفه أحد هو أنه لأكثر من عقد من الزمان كان الصياد يجمع الجوائز من نوع آخر من القتل. استهدف هانسن بشكل أساسي العاهرات من جميع أنحاء أنكوريج. كان يخطف النساء ويقودهن أو يطير بهن في طائرته الخاصة إلى مقصورته في غابة ألاسكا النائية. إذا لم تتشاجر النساء فسيغتصبهن ويعيدهن إلى المدينة ويهددهن بالسرية والكتمان أو القتل. Told me, of course, if I called the police, that he would hunt me down and kill me. لكن أولئك الذين لم يتعاونوا عانوا من مصير كابوس حقيقي في البرية
كان موقعه المفضل على طول نهر كينيك كان روبرت هانسن سيطلق سراح النساء ويعطيهن أملا في أن تكون هناك فرصة للهروب. ثم بينما كنا يركضن للنجاة بحياتهن كان يتعقبهن ويأخذ وقته ويطاردهن مثل الحيوانات البرية مسلحا بسكين صيدا وبندقية من عيار 223. كان يعذب النساء بهذه المطاردات لساعات وأحيانا أياما في كل مرة مثل اللعبة. أصبحت قصة فورة القتل المروعة التي قام بها هانسن لمدة 12 عاما موضوعا لفيلم فروزن جراوند الذي أطلق سنة 2013. نهاية القاتل الألاسكي المتسلسل. بعد القبض عليه اعترف هانسن بقتل 17 امرأة والاعتداء الجنسي على 30 امرأة أخرى في السبعينيات وأوائل الثمانينيات. وفق على الكشف للمحققين الفيدراليين مكان دفن ضحاياه مقابل اتهامه فقط بأربع جرائم قتل من أصل 17 جريمة قتل. وبعد محاكمة سريعة حكم عليه بالسجن المؤبد. تم العثور على 12 امرأة فقط بمساعدة هانسن، وأي علم بمواقع الخمسة الأخيرة مات معه عام 2014. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.